بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أطروا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هنالك دعا زكريا ربه. حينما شاهد زكريا النبي عليه السلام الكرامات تجري على يد هذه الطفلة الصغيرة ذات 9 سنوات التي فاقت الأحبار والرهبان في صلاتها وفي نسكها وفي دعائها وفي خشوعها، فاقت كل هؤلاء الرهبان الذين يكبرونها سنا وبعضهم بعمر أبيها، إلا أنها فاقتهم كلهم خشوعا وتقوى وخضوعا إلى الله، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقها بالفاكهة. كان إذا دخل عليها في الشتاء وجد عندها فاكهة الصيف، وإذا دخل عليها في الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء. قال يا زكريا أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. حينما رأى زكريا هذه الكرامة وأن هذه الطفلة الصغيرة تمكنت من خلال خشوعها وإيمانها أن تتفوق على من هو أكبر منها وأن تصبح ولية من أولياء الله، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يجري الكرامة على يديها، هنالك دعا زكريا ربه. تحركت عنده أيضا غريزة الأبوة، تمنى أن يكون له ولد مثل مريم، يشبهها في الإيمان والتقى والصلاح والخشوع. استغرب كيف أن هذه الطفلة رغم حداثة سنها أصبحت ولية من أولياء الله. تمنى زكريا أن يكون له طفل مثل مريم، يحيي ذكره من بعده ويرثه من بعده ويخلد اسم أبيه بين الناس ويفرح به أبوه وهو يراه قد ملأ عليه غريزة الأبوة فأصبح ولدا بارا بأبيه. هنالك دعا زكريا ربه.
أنا ذكرت أمس، ذكرت أن الله سبحانه وتعالى في الحديث يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم. إذا انكسر قلب الإنسان المؤمن تستجاب دعوته. انكسر قلب زكريا، ليش هو ما عنده ولد؟ صار يغبط مريم. وهناك فرق بين الغبطة والحسد. الحسد تتمنى زوال النعمة لدى الآخرين، الغبطة لا تتمنى زوال النعمة، وإنما تتمنى أن يكون لك نعمة مثل الآخرين. صار يغبط زكريا والدي مريم، أنه إلهي كما أعطيت والدي مريم هذه الفتاة الطاهرة المؤمنة التقية، كذلك أعطني فتى شابا مؤمنا غلاما زكيا يحمل واسمي من بعدي ويملأ علي فرحتي في هذه الدنيا. أهلا وسهلا سيدنا، صلوا على محمد وآل محمد. نرحب بسماحة السيد الشرع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدنا. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إلهي كما أعطيت حنة وعمران هذه البنت بعد أن كانت أمها عاقرا وأبوها شيخا كبيرا، أعطني أنا أيضا، أنا أعطني ذرية طيبة مباركة إنك سميع الدعاء. كلمة سميع مبالغة في السامع، أصلها سامع، فإذا قلت سميع يعني كثير السمع، دقيق السمع. إلهي أنت لست فقط تسمع دعائي ولكنك كثير السمع، تسمع كل دعاء تنطلق به حنجرة المؤمن. وأنا أدعوك يا ربي أن تعطيني غلاما زكيا. فنادته الملائكة، الفاء هنا فاء الفورية، هذه الفاء بدي أذكركم فيها وين موجودة أيضا. فاء الفورية يعني شنو؟ يعني فورا الله استجاب، تسمى فاء الفورية باللغة العربية. هذه وين موجودة أيضا؟ هذه موجودة مع ذنون عليه السلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. هذه فاء الفورية رأسا، الله استجاب له حينما وجد انكسار القلب وخشوع النفس عند ذنون استجاب له، وكذلك حينما وجد انكسار القلب عند زكريا وخشوع النفس استجاب له. فنادته الملائكة رأسا، الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة، وفي الرواية أنه جبرائيل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، بينما هو يصلي ويتبتل ويخشى على الله سبحانه وتعالى ويتضرع، جاءه النداء من الملائكة، ماذا؟ أن الله يبشرك بيحيى، الله سبحانه وتعالى راح يعطيك طفل. في آية أخرى، لم نجعل له من قبل سمية، ما إلى شبيه، ما إلى سمي، السمي اللي على اسمه يكون، لا يوجد هناك شخص يسمى بنفس الاسم من قبله، يحيى، الله سماه يحيى. الله سبحانه وتعالى بشر زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يقال سمي يحيى لأن الله أحيا به عقر أمه، أمه كانت عاقر، الله سبحانه وتعالى أحيا لديها الخصب وإنجاب الأبناء من خلال يحيى عليه السلام. وقيل سماه يحيى لأنه أحياه بالإيمان، وقيل سماه يحيى لأنه أحيا قلبه بالنبوة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى يحيى.
يعني قبل أن يسميه زكريا، قبل أن يسمي ابنه الله اختار له الاسم أيضا، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ماذا يعني هذا المقطع؟ مصدقا بكلمة من الله، قول، يقول المقصود بقوله تعالى مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بكتاب الله، جاء يصدق التوراة والإنجيل وما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتب سماوية. رأي آخر يقول لا، المقصود بكلمة الله من هو؟ هو شخص، وذلك الشخص هو عيسى عليه السلام. جاء يحيى خصيصا ليكون داعما ومؤازرا لعيسى عليه السلام. يقول القرآن الكريم مصدقا، جاء يحيى مصدقا بكلمة من الله، جاء لكي يصدق ويدعم كلمة الله، لأن المسيح عليه السلام له أسماء متعددة، من أسمائه ماذا؟ أنه كلمة الله. يقول القرآن الكريم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. لماذا سمي كلمة الله؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أطلق عليه كلمة الله على المسيح عليه السلام؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقه بمعجزة من غير أب، وخلقه من خلال كلمة واحدة أصدرها، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هو كلمة الله. الله قال لعيسى كن فكان، فهو كلمة الله، لذلك سمي كلمة الله لأنه معجزة الله. الله قال عنه كن في لحظة واحدة فكان، عيسى عليه السلام خلقه الله بكلمة واحدة بمعجزة، معجزة الكلمة، أن قال له كن فكان، فسمي بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله. هاي أولا، القرآن يصف يحيى بأنه كلمة من الله. اثنين، وسيدا، كان سيدا. السيد منه أيها الأعزاء؟ السيد هو الذي يسود قومه، الذي يرتفع فوقهم، هو الذي يصبح زعيما وعينا بارزا، يسمى سيد. من السيادة، السيادة أن يسود على الناس، أن يكون، أن يشرف على الناس. القرآن الكريم يصف النبي يحيى عليه السلام بأنه سيد، كان سيد. انتبهوا، مو المقصود بالسيد يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما احنا نسمي السادة، لماذا نسميهم سادة؟ لأنهم سادوا برسول الله صلى الله عليه وآله من خلال انتسابهم إلى رسول الله، إلى هذا النسب الشريف، نسميهم سادة أو سياد مثل ما نقول أحيانا. لكن في اللغة العربية السيد هو من يسود قومه، الزعيم المتقدم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى سيد. القرآن الكريم يصف يحيى بأنه سيد، لماذا وصفه بأنه سيد؟ لماذا وصفه بأنه سيد؟ لأن يحيى كان سيدا في العلم والعبادة والأخلاق والتقى والحلم، وكان فقيها عالما فأصبح سيدا. السيادة ما اجت هيك اعتباطا، جاءت من خلال صفات قيادية تمتع بها يحيى، وهي التقوى، كان تقيا. يحيى كان في غاية التقوى، غاية التقوى، كان يقضي الليل والنهار بالبكاء من الله، خوفا من الله. إذا سمع موعظة لأبيه زكريا وهو يعظ عن النار وعن الجنة كان يغشى عليه من البكاء بكاء
حتى يسقط على الأرض مغشيا عليه، أو أحيانا كان يخرج في الصحراء يهيم على وجهه في الصحراء. كان شديد التقوى، كان حليما، كان متواضعا، كان خلوقا، كان فقيها عالما. لذلك رغم كونه شاب وصغير في السن لكنه كان متميز في قومه، أصبح زعيما في بني إسرائيل. وهو السيد أيها الأعزاء، كيف يصبح سيد قومه؟ الإنسان كيف يصبح زعيم قومه؟ ليس بالأموال أيها الأعزاء، ولا بالضجيج، ولا بالعجيج، ولا من خلال الدكتوراه الفخرية، ولا من خلال الاحتفالات الفارغة التي يقوم بها بعض الناس، تكريمات فاضية، فلان صار زعيم وفلان وجه من وجوه الناس، والله شو عنده $5 بالبنك حاططها. لا، السيادة ذاتية أيها الأعزاء تأتي من خلال الأخلاق، من خلال الصفات النفسية التي يتمتع بها الإنسان. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، سرات جمع سري يعني سيد أيضا الزعيم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. احنا مصيبتنا في بعض الجاليات الجهال هم الذين يسودون، هم الذين يتقدمون المسيرة، وإن ما في واحد تاجر مخدرات وما أدري واحد يعمل في حفلات ملكات الجمال، والله صاير لي زعيم من زعماء الجالية. هذه قيم مزيفة أيها الأعزاء، هذه قيم مزيفة. الذين يجب أن يتقدموا الجالية، وكل جالية هم المؤمنون الصالحون الأتقياء الشرفاء الذين يخافون الله عز وجل في السر والعلانية، هؤلاء يجب أن يقودوا الناس والجاليات. أما إذا صار كل واحد إجاني طالع لي من المشرق ومن المغرب يصبح هو زعيم من زعماء الجالية ويتحدث باسم الجالية، فعلى الجالية السلام. القرآن الكريم يقول: وسيدا، يعني يحيى كان سيدا، لكن سيدا بقدها مثل ما يقولوا. بعد: وحصورا. انتبهوا إلى هذه الكلمة، صلوا على محمد وآل محمد. ماذا تعني كلمة حصور؟ كلمة حصور لها ثلاثة تفاسير، يعني هناك ثلاثة أقوال في هذه الكلمة، انتبهوا رجاء. الرأي الأول وهو الأقرب إلى الصواب، وهو مروي عن أهل البيت عليهم السلام، أن الحصور هو الذي يحصر نفسه عن الحرام، ليمسك نفسه عن الحرام يسمى حصورا. وسمي على هذا التفسير الأول، وسمي يحيى بهذا الاسم حصور لأنه حصر نفسه عن الحرام والأباطيل. كيف؟ وإحنا المشكلة أحيانا الإنسان هو يحاول ما يخوض بالباطل، يعني ما يستغيب مثلا، لكن المشكلة يجلس في مجلس تجري فيه الغيبة فيخوض فيه. أصلا حتى لو يكون ضال، حتى لو يبقى ساكت في مجلس الغيبة هو مذنب، لأنه الروايات تقول ينال سامع الغيبة من الذنب ما ينال المغتاب. يحيى كان حصورا، يمنع نفسه من الأباطيل. شو في كلام باطل، كلام سفيه، كلام عاطل، كان يمنع نفسه ما كان يخوض فيه. هذا رأيي، أن المقصود بالحصور الذي يمنع نفسه عن الأباطيل والذنوب. رأي ثاني يقول أن المقصود بالحصور هو الذي يمتنع عن الزواج. طيب، احنا نعرف أن يحيى ما تزوج فحصر نفسه، يعني اعتصم، عصم شهوته. احنا عدنا في الإسلام، إذا الإنسان، إذا الشاب مو قادر يضبط نفسه، مو قادر على مغالبة شهواته، فالأفضل له أن يسارع في الزواج، بحيث فقهاؤنا
يقولون لو أن شاب حصل فلوس وهذه الفلوس تكفي للذهاب إلى الحج، أصبح مستطيعا بها، فهو متحير، هذا الشاب متحير بين أن يذهب إلى الحج بهذه الأموال أو يتزوج. فقهاؤنا يقولون إذا هذا الشاب عارف حاله ما يقدر يعصم نفسه من الحرام، يسقط عليه وجوب الحاج وعليه أن يتزوج. ولكن إذا قادر أن يعصم نفسه من الحرام والوقوع في الشهوات المحرمة، لا، خليه يروح للحج. إذن القضية ترتبط بمقدار الرياضة النفسية، كم أنت قادر على التحكم بشهواتك ونزواتك. من خصال هذا النبي العظيم يحيى أنه كان شاب وكان عنده رغبات وكان عنده شهوة، لكنه كان قادرا على ضبط نفسه، فلذلك امتدحه القرآن وسماه حصورا، سماه حصور. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث رأي لا نقبل به نحن في مذهب أهل البيت. ما هو الرأي؟ يقول الرأي الثالث، أنا مجرد ناقل طبعا، يقول كان عنينا. شنو يعني عنين؟ يعني ما كان عنده قدرة جنسية. طيب، هذا الرأي مرفوض، هذا الرأي الثالث مرفوض. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر هذه الصفة حصورا ذكرها على سبيل الذم أم المدح؟ أكيد ذكرها على سبيل المدح. طيب العنين مو مدح، الله يمدح نبي بأنه عنين ما عنده قدرة جنسية؟ هذا ما صار مدح، صار ذم للنبي. إذا قلنا أن المقصود بالحصور أنه كان عنين ما عنده رغبة جنسية أبدا، ما عنده شهوة جنسية أبدا، هذا ما صار مدح، صار ذم للنبي. والنبي أولا النبي، كل نبي بعيد عن الذم. الله سبحانه وتعالى ما يبعث نبي في عنده نقص وعطل في جسمه أو في خلقه أو في خلقه. انتبهوا أيها الأعزاء، لأن النبي داعي إلى الله، والداعي إلى الله يجب أن يدعو إلى الله لا أن ينفر عن الدعوة إلى الله. فإذا كان نبي عنين أو افترض أعرج أو أعمى، طبعا الأعرج والأعمى الله خلقها هكذا لا إشكال فيه، لكن ما يقدر نبي، ما لازم النبي يصير أعرج وأعمى ومشلول. ليش؟ لأن هذا ينفر الناس، الناس ما تروح وراء الأعرج يقول لك هذا شلون نبي، الله ما لقى إلا هذا الأعرج مثلا أو العنين ليبعثه. لذلك نحن خصوصا في مدرسة أهل البيت نعتقد أن كل الأنبياء كلهم سالمين، سالمون عن العيوب الخلقية. ولذلك أيضا لما نجي إلى موسى عليه السلام حينما دعا الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بعض المفسرين يقولون كان ألفغ، ما يقدر ينطق الكلمات بشكل صحيح. ليش؟ لأنه كان هذه أثر اللذعة اللي أكلها من الفحم لما حطها في فمه، وعلى القصة اللي تعرفوها مع فرعون. احنا نقول لا، هذا الكلام مو صحيح، النبي ما بيكون ألفغ، النبي الله ما يبعث نبي يكون ناقص يكون معيوب. ولذلك هذه الأحاديث كلها نعتبرها أحاديث إسرائيلية. يعني شنو؟ يعني هذه الأحاديث تسربت من كتب اليهود من التلمود وغيرها إلى كتب المسلمين، فتناقلها بعض رواة المسلمين لربما عن غير قصد ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبوها إلى الوحي، والواقع هي لا ترتبط بالوحي أبدا. ولذلك ألفت أنظاركم في حديث يرويه أبو هريرة أيضا في البخاري، أن في تفسير هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منه. زين، شنو اللي يقول أبو هريرة في تفسير هذه الآية؟ ما الذي فعله هؤلاء الذين آذوا موسى فبرأه الله منه؟ يقول أنه أشيع في بني إسرائيل
أن موسى كان آدر. آدر شنو يعني؟ يعني عنده فتاء، أنتم تسموه فتاء. الفتق لما يصير بالإنسان في الأمعاء تنزل أمعاؤه في صفن الخصية فتسبب له هيك فتشي مثل الكرة بين رجليه. هذا يقول بني إسرائيل أشاعوا أنه آدر. ليش؟ لأن موسى كان حيي، لا يسبح معهم. لما يروحون على البحر يسبحوا ما كان يسبح معهم، ولما يتحمموا ما كان يتحمم معهم. طبعا هو حياء ما كان يسبح معهم، لأنه لما يطلع الناس عرات هذا نبي الله، فما كان يسبح معهم. الرواية هكذا تقول بني إسرائيل عن أبي هريرة طبعا، أشاعوا بأن السبب في امتناع السباحة أنه كان آدر عند فتاء. يوم من الأيام دخل البحر، ما في أحد، دخل البحر يسبح، نزع ملابسه ووضعها على حجر. الرواية أرجع أقول عن أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول لما دخل موسى عليه السلام في البحر يسبح، بعد شوية طلع، لما طلع توجه إلى الصخرة، إلى الحجر الذي وضع عليه ثيابه، الحجر صار يركض ويركض خلف موسى، يركض الحجر ويركض خلف موسى، موسى عاري، فجاء الحجر ودخل في القرية. هسه شلون طلع رجل هالحجر وقام يمشي؟ الله العالم، وأبو هريرة هو العالم. صار هذا الحجر يمشي في الأزقة، وموسى عليه السلام من خلف الحجر ينادي: ثوبي حجر، ثوبي حجر، لك وقف ملابسي. إلى أن رآه بنو إسرائيل كلهم وهو عاري وما عنده فتاء، كل شيء ما فيه الحمد لله. عند ذلك الله وقف الحجر، قال له رجع له هدومه. هذا موجود بالبخاري أعزائي. والغريب يتهمون أنه إحنا عندنا كتبنا تحوي أحاديث باطلة. طيب اطلعوا في كتبكم أيها الإخوة، يا إخوتنا في الإسلام، اطلعوا في هذه الكتب التي تسمونها الصحاح وتدعون أن كل ما فيها من الأحاديث هي صحيحة. هذه الأحاديث التي تنال من أنبياء الله وتخدش في قداستهم. على كل حال أعود إلى الآية الكريمة. القرآن الكريم يقول عن نبي الله يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا، اثنين وثالثا. إذن قلنا الحصور هو الذي يمتنع عن الأباطيل وعن الذنوب وعن السفاهات، والثالثة والصفة الثالثة التي بشر الله بها أباه زكريا: ونبيا من الصالحين. سيكون من أعاظم الأنبياء، من أعاظم الأنبياء الذين يبعثهم الله للبشرية. هنا ملاحظة أيها الأعزاء، أن نجد أن زكريا وهو نبي، زكريا في أواخر حياته طلب شيء من الله عز وجل. ما هو الشيء الذي طلبه؟ ما طلب مالا ولا ضياعا ولا أموالا ولا سمعة ولا مقاما ولا جاها، طلب شيء واحد، طلب الولد، طلب أن الله سبحانه وتعالى يعطي ولد صالح. وهذا دليل على أهمية الولد الصالح، أنه حتى الأنبياء الذين هم صفوة الخلق وخيرة الناس، حينما يدعو الله عز وجل يدعو الله سبحانه أن يعطيه أبناء صالحين. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إبراهيم يدعو لأبنائه أن يكونوا صالحين، أن يكونوا مصلين. وهكذا زكريا يطلب من الله هذا الطلب: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ثم يقول القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم نقلا على لسان زكريا: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. إلهي شلون؟ طيب الآن لما زكريا يسأل هذا السؤال، لا يسأله سؤال مستنكر
وإنما سأله سؤال متعجب، متعجب لعظمة خلق الله. يعني مثل واحد الآن فيكم يقوم يقول أنا أتبرع مثلا بمليون دولار للفقراء، فأنا أجي أقول لك كيف أنت تبرعت للفقراء؟ أنا لا أقول له هذا الكلام مستنكرا أو متسائلا أو مستفسرا، ولكن أقوله متعجبا معجبا بهذا الفعل. يعني بعبارة أخرى وكأني أقول ما شاء الله عليك، شو العمل العظيم اللي أنت تقوم فيه. زكريا سأل الله عز وجل، ليس سؤال مستنكر ولا مستفهم، لأن زكريا يعلم أن الله قادر على كل شيء، ولكنه أعجب بعظيم معجزة الله عز وجل. إلهي تعطيني أنا؟ أنا 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 الرجل الكبير في العمر، امرأتي عاقر ما تحبل، ممكن يعني هذا الشيء عظيم منك يا رب العالمين؟ قاله متعجبا بعظيم خلق الله وليس مستفهما أو مستنكرا. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يقول ابن عباس حبر الأمة، يقول ابن عباس حبر الأمة أن زكريا حينما قال هذا الكلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قاله وعمره 120 سنة وزوجته لها من العمر 98 سنة. هو عمره 120 وزوجته عمرها 98 سنة. شوف المعجزة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يمنح طفلا زكيا لرجل عمره 120 سنة وامرأة عاقر. هسه الرجل أحيانا يجي ولد حتى 80-90 سنة ممكن، لأن الإحصاء والدراسات العلمية تقول أن الرجل يتمتع بنسبة من الخصوبة إلى آخر عمره حتى لو عاش 80-90 سنة، لكن المرأة بعد انتهاء سن الدورة الشهرية ما تحبل. هذا شيء واضح يعلمه الكل. امرأة عمرها 98 سنة تحمل وهي عاقر، كيف ممكن هذا الشيء؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يا زكريا، وانت ما كنت شيء وانا خلقتك من لا شيء، وهذه الدنيا ما كانت وأصارت، وهذا الإنسان ما كان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان شنو؟ الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب وسواه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس هناك أمر أو معجزة صعبة على الله سبحانه وتعالى، كل الأمور سهلة عسيرة، سهلة يسيرة على الله سبحانه وتعالى. أذكر أعزائي إحنا برنامجنا مستمر، ترى مستمر إلى آخر الشهر، فأطلب من الأخوة والأخوات يحضرون. صحيح الليلة عطلة، بس إحنا عادة هالوقت نخلص، يعني لو تأخرنا بالمنام ولو ربع ساعة نص ساعة نحيي هذه الليالي، ونص ساعة هي تفسير القرآن نص ساعة، نحييها بذكر الآيات الكريمة. وقد ورد في الأحاديث الشريفة أن رمضان ربيع القرآن، فلنحي شهر رمضان ليس بالنوم فقط والعمل والشغل ومشاهدة المسلسلات، وإنما بشيء من قراءة ودراسة وتأمل وتفسير آيات بينات من كتاب الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.